إعلان عن افتتاح موسم الصيد 2023-2024 من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي تتولى رئاسة المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية، وذلك ابتداء من 15 سبتمبر 2023، وهي التواريخ العامة لافتتاح موسم الصيد المنصوص عليها في النصوص القانونية. بالنسبة للصيد في الجزائر، يقنن الصيد في الجزائر قانون الصيد والقانون 0407 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بالصيد، حيث من 2004 تم إصدار معظم النصوص التطبيقية لهذا القانون من أجل ضبط الصيد، ممارسات الصيد، نشاط الصيد، حيث للتحضير لهذا الموسم قامت المديرية العامة للغابات بالقيام بعدة إجراءات في إطار قانون الصيد، والتي من أجل تنظيم الصيادين. من لتبسيط الأمور، الصيادين كيف هو يتم تنظيم الصيادين؟ الصيادين ينتمون إلى جمعيات، الجمعيات تنخرط في الفيدرالية الولائية، عبارة عن جمعية ولائية. مجمع الجمعيات الولائية يمثلون الفيدرالية الولائية. من أجل التحضير لموسم الصيد، كيف يتم الصيد؟ من أجل يجب استيفاء 4 شروط. الصياد لازم يكون منخرط في جمعية صيد، لازم يكون عنده رخصة صيد سارية المفعول، لازم يكون عنده إجازة صيد للموسم، لازم يكون عنده تاني وثيقة تأمين. بالنسبة نبدأ المراحل أول بالأول. بالنسبة لرخصة الصيد، للحصول على رخصة الصيد يتم تكوين الصيادين. وعليه على مستوى كل ولاية قامت محافظات الغابات بتكوين لحد الساعة أكثر من 28 ألف صياد على المستوى الوطني، وذلك من أجل الحصول على شهادة تأهيل لحصول على رخصة الصيد. هذا التدريب هو عبارة عن تدريب لمدة 3 أيام يعطيه الحراج أعوان الغابات وكذا مختصين جامعيين مختصين في العلوم الصيدية، يعطوهم دروس حول ما هي الحيوانات الطرائد التي يمكن اصطيادها وشنو هي الحيوانات المحمية على المستوى الوطني، يعطوهم معلومات حول شروط الصيد، القانون التنظيمية، النصوص التنظيمية والقانونية المتعلقة بالصيد، حتى القواعد الأمان والسلامة كلها يتم تدريسها على مدة 3 أيام. بعد تدريس لمدة 3 أيام يجوز اختبار، هذاك الاختبار تقييم هو عبارة عن تقييم. يوجد 4 دورات في السنة. عندنا شهر مارس أول من شهر مارس، سبتمبر وديسمبر. يجوز هذاك التقييم للحصول على شهادة التأهيل. بهذيك شهادة التأهيل كاين ملف يقدم لمحافظة الغابات ليسلموه للولاية من أجل الحصول على رخصة الصيد. هي رخصة سارية المفعول مدة 10 سنوات. لكن بالنسبة للصيد يجب الحصول على إجازة الصيد، هذه الإجازة هي سارية المفعول إلا لمدة موسم الصيد، وبالتالي سنة واحدة فقط. الفرق بينهما فقط في المدة أم؟ بالنسبة لرخصة الصيد هي متعلقة بالأكثر بالنسبة للصياد، معلومات حول الصياد، رخصة الصياد، رخصة إجازة. بالنسبة للمعلومات حول الصياد، المعلومات التي اكتسبها حول المصيدات. بالنسبة للإجازة معنية بالطرائد، هو نسبة الاقتطاف في كل هذه الإجازة تحدد عدد الطرائد التي يمكن اقتطافها في موسم الصيد والفترات التي يمكن اقتطافها، لأنه بالنسبة للطرائد كل نوع عنده وقت محدد يمكن اصطياده. كاين بالنسبة باغ اكزومبل لا بيردري، الحجل البري، عندك من 15 سبتمبر حتى اول جانفي. بالنسبة للزرزور الزرزور يختلف، هو اول نوفمبر حتى اول فبراير. نعم. كل نوع عنده فترة مخصصة.